أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مال وأعمال. يتجدد لقائنا معكم كل أسبوع لنسلط الضوء على موضوع مرتبط بدنيا المال والأعمال في ظل رؤية كويت جديدة 2035. لكن مشاهدينا كالمعتاد نبدأ الحلقة بموجز متجدد، نستعرض معكم مواضيع اقتصادية منوعة، ولكن بعد هذا الفاصل. ونبدأ موجزنا الاقتصادي السريع بأبرز وأهم منشطات هذا الأسبوع. مركز عبد الله السالم الثقافي يعزز مكانته دوليا عبر إكسبو دبي 2020 باعتباره أحد أكبر المشاريع الثقافية في العالم. ووحدة تنظيم التأمين تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفيها لضمان التزام الشركات ووسطاء التأمين بالقوانين واللوائح. وزارة الكهرباء والماء تسمح بتقسيط مبالغ الاستهلاك المستحقة على السكن الخاص ولكن بشروط. البنك الدولي يؤكد أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي الاقتصادي بالكويت خلال العام الحالي بنسبة تتجاوز 5%. هذه كانت أبرز الأخبار المتداولة خلال هذا الأسبوع. نذهب مشاهدينا الآن إلى أهم التغريدات المتداولة في منصة تويتر في هذا الأسبوع، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بداية أخبارنا في منصة تويتر راح تكون من حساب مركز التواصل الحكومي حول قرار إحالة مجلس الوزراء مشاريع تطوير الواجهات البحرية لسواحل صليبيخات والجهرة إلى لجنة الخدمات العامة، مع إعطائها صفة الاستعجال والمتابعة المباشرة لتذليل كافة المعوقات اللي تعترضها. وأيضا وزارة النفط عبر حسابها الرسمي نشرت تغريدة سابقة تعد الأولى حققتها في استقبال المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لسفينتين عملاقتين للغاز المسال رشيدة من نوع كيو ماكس والعريق من نوع كيو فليكس في يوم واحد على ذات الرصيف. وبإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الهيئة العامة للقوى العاملة، تم إنجاز 95% من خدمات الهيئة إلكترونيا. هذا ما أكدت عليه الهيئة عبر تغريدة في حسابها الرسمي. مشاهدينا، والآن نذهب إلى فاصل قصير ولن عودة. ومرة أخرى أهلا بكم في هذه الجولة السريعة، واللي راح نتعرف معكم مشاهدينا على ركيزة من ركائز التنمية المتمثلة في اقتصاد متنوع مستدام بهدف تطوير الاقتصاد للحد من اعتماد الدولة على العائدات من صادرات النفط. تابعونا.
تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تقديم الدعم وخلق فرص عمل وتمكين القطاع الخاص، وكل هذا طبعا انطلاقا من رؤية الكويت 2035 بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي. أنشئ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون أصدرته حكومة دولة الكويت في عام 2013، وهو مؤسسة عامة مستقلة برأس مال قدره 2 مليار دينار كويتي، ويأتي إنشاؤه لعدة أهداف، أهمها تقديم الدعم للشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي. فالصندوق يعمل على تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها الكويتيون بنسبة تصل إلى 80% من رأس مال المشروع، لغاية تتمثل في بناء مجتمع محفز على الإبداع من خلال تقديم وتحقيق فرص التنمية. فتتسق مساعي وأهمية الصندوق مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية البشرية ورفع المنافسة وكفاءة الإنتاج لتوفير البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال متطورة. كما أن خطة التنمية الوطنية تقوم على مرتكزات وتطلعات تهدف إلى توفير البيئة التي تحقق أهدافها وفق المقومات. هذا ويشارك الصندوق الوطني بأكثر من 20 مشروعاً ممولاً ضمن مشاركة دولة الكويت في معرض إكسبو دبي تحت عنوان كويت جديدة، فرص جديدة للاستدامة، تطبيقاً لأهداف الصندوق وخلق فرص عمل للكويتيين من خلال التعرف على الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال والتسويق للممولين من الصندوق. مشاهدينا، قبل ما نبدي فقرة تحت المجهر مع ضيفنا في الاستديو، دعونا نتعرف على سيرته الذاتية من خلال هذه البطاقة التعريفية. أهلا بكم مجددا، ونرحب بضيفنا في الاستديو مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف الأستاذ عادل الحساوي، واللي راح نناقش معاه أهم ما يتعلق بخطوات الصندوق في دعم خطة التنمية 2035. حياك الله أستاذ عادل. الله يحييك، بداية أنا أرحب فيك وأرحب بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم ونعطيكم كل المعلومات اللي تبونها بإذن الله. يعطيك العافية أستاذ عادل. في البداية حابين من موقعك نتعرف على الفرق بين المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة. طبعا احنا في الصندوق قسمنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس 3 معايير لهم عدد العمالة. فبالنسبة للمشروع الصغير 50 عامل، الأصول لا تتجاوز 50 ألف، بالإضافة أن إجمالي الإيرادات 750 ألف. بالنسبة للمشروع المتوسط فهو من 51 ل 150 عامل، والأصول 500 000 دينار، والإيرادات ما تتجاوز 1.5 مليون. فقسمناها وفق تعريف معين عشان نقدر نفصل بينهم. طيب شنو أبرز شروط ومزايا دعم الصندوق لهذه المشروعات؟
حسب قانون إنشاء الصندوق 98-2013 هناك العديد من المزايا اللي تدعم المبادرين، ليس فقط على الدعم المادي أو يعني التمويل احنا نسميه، ولكن هناك الاستثمار في الموارد البشرية، هناك ورش عمل، هناك احتضان، هناك دورات تدريب، هناك حاضنات أعمال داخلية، مسرعات أعمال، بالإضافة هناك قطاع كامل لتطوير الأراضي وتأهيلها، وإضافة أخيرا اللي هو البحوث والتطوير، وطبعا عندنا القطاع الخامس الخاص بالخدمات المسانده وهي للصندوق من الناحيه الداخليه او الانترنال احنا مثل ما نقول. طيب هذا بالنسبه للشروط والمزايا، اذا تكلمنا عن معايير الصندوق اللي تعتمدها لاعتماد هذا المشروع واختياره. الصندوق طبعا اعتمد المشاريع وفق اليه معتمده من قبل مجلس الاداره تم رفع، لانه وفق القانون من يحدد قواعد واسس التمويل هو مجلس الاداره بصفته، ولكن من يعد هذه قواعد واسس التمويل الاداره التنفيذيه. فاحنا في السابق كصندوق رفعنا هذه الآلية ومستندة على أربع شغلات، وأهمها المعايير المحاسبية الدولية. احنا دائما نركز على الجانب الفني والجانب المالي والمبادر نفسه او احنا نسميه الانتربرنور، والثانية القيمة المضافة اللي يضيفها المشروع في الاقتصاد المحلي. هذيل الأربعة وفق نموذج معتمد كله على أساس النسب والمعايير المحاسبية والدولية اللي يقدم فيها الدراسة المبادر، وتركز أيضا على المقابلة الشخصية مع المبادر. نعم. هل هو ملم بالمشروع أم غير ملم؟ إذا كان لا يملك الرؤية الكافية لمشروعه اللي تم طرحه. إذا لا يملك الرؤية الكافية فهو يعني قدموا له دعم من هذه الناحية؟ لا، هني في ناحية احنا دائما نقول عنها، أنت اليوم مو كافي أو ما وصلت لمرحلة النضج في الدخول في العمل. فهناك صندوق عنده مثل بايب لاين أو مخرج يقوم بتطوير وتأهيل المبادر هذا حتى يتمكن من المشروع نفسه، لأن احنا نسميها شهية المخاطرة تكون مرتفعة جدا. فهو أوريدي المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ستاندر العالم شهية المخاطرة تتجاوز الفشل بنسبة 80%. وهذه معايير دولية مو معايير الصندوق يعني. الشغلة الثانية، احنا بعد ما يصير في رفض مثلا المبادر غير ملم بالمشروع او المبادر غير مؤهل او ما عنده فريق عمل يتناسب مع المشروع، يتم تأهيل المبادر مرة اخرى من خلال الدورات، من خلال التدريب، لان احنا يعني مو شرط انك انها تنجح بعملك، ولكن انا مستثمر في اجل ممكن تنجح من بعد. وهذه احد اهداف انشاء الصندوق على فكرة يعني. نعم. مو هي كانت فقط تمويل، كنا اصبحنا بنك، ولكن احنا اسمنا الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. فهذا الهدف من ذلك. جميل، يعني تقدمون الدعم الكامل للمبادر. طيب بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أولوية الأراضي أو تخصيص الأراضي تكون لمن؟ ما في أولوية طبعا، احنا عندنا مبدأ المساواة والعدل، وهذه أحد خطة 2035. هناك معايير محددة للأراضي وفق الاختصاص ووفق النشاط. فالصندوق يسعى مع الجهات اللي عندها الأراضي لتخصيص جزء من الأراضي وفق القانون، لأن بالقانون مادة 10 وباللائحة التنفيذية مادة 28 حددت الأراضي المخصصة للصندوق بنسبة 10% من الأراضي المستحدثة. فإحنا للحين قاعد نتناقش وتوصلنا أراضي، ولكن عندنا لجنة متخصصة لتخصيص الأراضي. ما في أولوية ولكن في معايير، يعني بمعنى أنا اليوم وصلتني أرض خلينا نقول مخصصة للمخازن، فعندنا احنا على الموقع الرسمي مال الصندوق هناك تحديث للبيانات، هناك احتياجات المبادرين، بالإضافة إلى الموافقة الائتمانية اللي على أساسها تمول المشروع. نعم، بس يعني نقدر نقول أن تعتمدون على نوع النشاط، نوع النشاط المناسب لتخصيص الأرض الموجودة. صحيح. حالياً. والتزام المبادر، هناك شروط. يعني المبادر عنده شروط موقعها في عقد الاتفاق، لازم يكون ملتزم معنا، لازم يكون مقدم تقاريره لمراقب الحسابات، لازم هي عبارة عن توليفة متكاملة. لكن أنا على سبيل المثال ما أقدر أقول أولويتي اليوم للصناعة وأنا ما استلمت قسيمة صناعية، ولكن أولويتي اليوم استلمت أراضي مخصصة للمخازن، هي على حسب النشاط. فمن يحتاج المخازن على حسب الموافقات، ممكن على نوع القسيمة الصناعية ونوع النشاط هناك معايير محددة ولجنة معينة. بعد ما اللجنة تعتمد هذه التوصيات ترفع لمجلس إدارة الصندوق، بتقول له هذا ما تم تخصيصه من أراضي، من مساحات، من نشاط، ويعتمد مجلس الإدارة هذه التوصية، ومن ثم يرسلها للإدارة التنفيذية للمدير العام بصفته لتنفيذ ما جاء في التخصيص. طيب بالنسبة للصندوق متى يبدي يستلم أو يأخذ التمويل المقدم للمبادر؟ هي طبعا دورة مستندية سريعة. احنا ما شاء الله تبارك الرحمن بالصندوق انتقلنا للمرحلة الرقمية قبل أزمة كورونا. نعم. فهو يقدم دراسته ويقدم الأشياء المتطلبة منه، وهذه
من خلينا نقول تاريخ الموافقة، لأن هي في لجنة محايدة تقيم المشاريع بعد الدورة المسندية وترفع توصية المدير العام يعتمدها. في حالة إذا اعتمدها المدير العام لازم لا تتجاوز هي 45 يوم عمل وفق قانون الصندوق، بالإضافة تعتمد على المبادر في توفير الشروط أو إحنا هذا صرف المبلغ للمبادر، صرف المبلغ. يعني اليوم موافقنا عليه، خلينا نقول اليوم قدم المبادر بحد أقصى لازم 45 يوم يكون صادر عنده قرار. بعد ال 45 يوم يبدأ القرار اللي هو الموافقة الائتمانية. الموافقة الائتمانية فيها شروط، توفير ال 20% وفق القانون، عند استخراج التراخيص، وطبعا تفرق من قطاع لقطاع، يعني قطاع الخدمي غير عن التجاري غير عن الصناعي غير عن الحرفي، لأن مثلا رخصة تطلع بيوم واحد صناعية تحتاج أنه يروح أكثر من جهة معنية عشان تضمن إصدار الرخصة بالطريقة الصحيحة، فهذه تأخذ وقت. فهو يعتمد هني بعد دور الموافقة يعتمد على المبادر وليس على صندوق. أنت خلصت شغلك بسرعة، وصلتنا الشروط مالتك كاملة، تبدأ بصرف الدفعات. صرف الدفعات إحنا مسوي لها نوع من الإشراف والمونيترينج أو المتابعة. نعم. المقصود فيها كل دفعة تصرف في المكان الصحيح وفق إحنا نسميه التكلفة الكلية للمشروع، وهي المصروفات التشغيلية والمصروفات الرأسمالية. فأول ما تصرف الدفعة لازم تكون وفق اللائحة. أولا لازم ما يصرفها نقدي، لازم تحويلات مثبتة، فواتير مثبتة، ووفق الموافقة الائتمانية. بعد ذلك ننتقل، تمت هذه تنزل الدفعة الأولى، تابعوها الدفعة الأولى مشت في الطريق الصحيح، ما في فاريشن أو اختلافات عن الموافقة الائتمانية، ننتقل لمرحلة الدفعة الثانية ومن ثم الثالثة بنفس المنوال. نعم، هذه آلية الصرف، ولكن متى تستردون مبلغ التمويل؟ طبعا القانون بعد ايش كثر من المشروع؟ القانون واضح، احنا نستخدم معيار محاسبي يسمى ديت ايكويتي ريشيو، وهو معيار حقوق الدين مقابل حقوق الملكية عفوا مقابل الدين. بمعنى انت اول شيء يختلف في نشاط قائم وفي نشاط ناشئ. الناشئ يقدم لك ميزانية تقديرية، فبالتالي يحسب عليه المعيار المحاسبي فترة السداد، يعطي الريشيو احنا نسميه. ولكن وفق القانون الحد الأقصى للاستفادة من عدد سنوات والسماح هي 3 سنوات سماح و12 سنة اللي هي الدفعات. نعم. فإحنا يتم تقديرها وفق النشاط وفق الآلية، لأن لما يجي المشروع الصغير هذا بعد سنة أو سنتين أو 3 يشتغل، الكاش إن كاش أوت أو ما يسمى قائمة التدفق المالي تتغير، لأن هناك كان في بداية المشروع ناشئ ما عنده، لما اشتغل بدأ عند المدخول والقائمة التدفقات النقدية تبين. فالمعايير والمؤشرات احنا نسميها مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المالية هي من تحدد فترة السداد. لكن في مبادرين مروا بأزمات، لكن مثل ما قلت لك هذا السؤال كنت بسأله، في حال تعثر المبادر أو مروره في أزمة أو خسارة، خاصة الحين مع أزمة كورونا الأشخاص اللي دخلوا في دائرة الخسارة، شلون تم التعامل معهم؟ شوفي احنا من الأشياء اللي كانت مهمة جدا وبتوفيق من رب العالمين وفريق الصندوق كامل، يعني احنا قبل أزمة كورونا كنا مسوين ديزاستر بلان أو خطة كوارث للمبادرين، وانتقلنا من مرحلة المانيوال أو الدفترية للمرحلة الرقمية، وكان هذا ترى في شهر 12/2019 لشهر 1/2020. فالله يحفظنا ويحفظ أهلنا أجمعين. لما صارت أزمة كورونا كنا جاهزين احنا، وهذه تعتبر توفيق من رب العالمين، كنا جاهزين. في تعثر إيه، لكن بالصندوق مو بالصورة اللي أنتم تمثلون فيها. في تعثر لأسباب كثيرة، في لائحة، لكن الصندوق كان حريص في فترة الحظر الكلي والجزئي في صرف الدفعات، في الرواتب، في الإيجارات، وفتحنا لهم خط مباشر لزيادة التمويل، ورحنا اتجهنا أيضا للجمعيات، أخرجنا لهم تصاريح عشان الأمن الغذائي بعد. نعم. وبنفس الوقت نزلنا الدفعات الخاصة فيهم، وكلمنا حتى ملاك العقارات، في ناس يبنى لهم فترة سماح، في ناس يبنى لهم خصم 25%, 50%, 75%، في ناس إعفاء عطوهم سنة كاملة. فهذا الدور اللي أتكلم عنه، دور الصندوق. بالنسبة لسؤالك أنت قاعد تقولين لي عن التعثر، التعثر هناك لائحة ومادة في القانون تشرح التعثر بالكامل، وإحنا سوينا اللائحة ونشرت في شهر 12/2019. التعثر يقسم إلى تعثر المشروع أو المبادر، يعني متى يكون المبادر متعثر، هل في حالة عدم سدادة للدفعات أم في حالة فشل المشروع. هذه خلنا نتكلم قبل كورونا، هذه اللائحة تقول كذي. خلينا نقول الكارثة اللي مرينا فيها جميعا 100 سنة ما مرت من الإنفلونزا الإسبانية، وهي كارثة صحية أثرت اقتصاديا على جميع دول العالم. نعم. من غير تميز، لأن الجائحة كانت بالعالم كله. إحنا لما جينا بالصندوق شنو سوينا؟ شفنا من المتعثرين، قدموا طلباتكم، خلينا نشوف شنو نقدر نساعدهم. كنا حاطين باللائحة طبعا وفق القانون 26 سيناريو للخروج من مرحلة التعثر، وفضل الله
احنا كان عندنا عدد يعني ما يعادل 88 متعثر، تم حل تقريبا 88 اللي انحلوا 29 طلعوا من مرحلة التعثر لمرحلة التعافي. الحين هو بالتعافي، من التعافي يرجع لمشروع نشط أو أكتيف أو مشروع ناجح. هذا خلال كورونا؟ خلال كورونا. نعم. وفي أشياء دائما في التعثر أحيانا تكون سوء إدارة، أحيانا تكون موقع مو مناسب، أحيانا التسويق يكون عنده ضعيف. في حلول بسيطة، هذا دور الإدارات اللي هي المعنية، الاستشارات اللي عندنا. نعم. تقعد مع المبادر وتشرح له وتقرأ التحليل المالي ماله وبالتالي تدله الطريق الصحيح. نعم، بس متى يتم تصفية المشروع؟ تصفية المشروع تشوفه يوفق القانون جاء. أولا هناك لجنة، احنا قلنا أول شيء في القانون، بعدين اللائحة، بعدين في لجنة التعثر. لجنة التعثر تدرس جميع القوائم المالية الخاصة بالمشروع من بداية تأسيسه لما تقدم طلب التعثر، وعلى أساسه وهي لجنة محايدة من خارج الصندوق معها مع فريق الصندوق، إنه شلون يحطون له السيناريو في حالة التولاء. يمكن ما نوصل للتصفية، ممكن هو من خلال زيادة فترة السماح والسداد يمشي المشروع. نعم. ممكن من خلال القوائم المالية احنا نقول worst case scenario، أسوأ سيناريو موجود انه خلاص ما منه. يتم التصفية في معايير محاسبية معتمدة، احنا نسميها liquidation او التسييل، لكن تختلف من قطاع لقطاع. في قطاع مثلا الإلكتروني معدل الاستهلاك عنده 3 سنين بالقيمة الدفترية صفر بعد السنة الثالثة، فهذا ما له تسييل. ولكن لما اروح لقطاع صناعي عنده معدات ثقيلة، الديبريشيشن او الاستهلاك توصل من 10 ل 15 سنه، في اصول اقدر اسيلها او اقدر هذه. وهذا طبعا اللجنه هي اللي توصي، ولكن من يقرر؟ مجلس الاداره. ومن ينفذ؟ الاداره التنفيذيه. نعم. هي سلسله احنا نسميها. طيب استاذ عادل، هناك اتهام او قصور فهم بالنسبه للمشاهدين. صحيح. ان الصندوق يدعم المقاهي والمطاعم. صحيح. فهل فعلا ان فقط هذه المشاريع المقدمه للصندوق، وهل هذه المشاريع فقط اللي يدعمها الصندوق؟ لا، شوفي هو سؤال جدا جميل ويب وقته. احنا في بدايه الصندوق كانوا يقولون ان يدعمون مطاعم، بقالات، قهاوي، اللي هو احنا نسميه قطاع الاغذيه او الاف ان بي. قطاع الاغذيه بالصندوق 12%، ولكن لا تستهين في قطاع المقاهي والمطاعم والأغذية، لأن أكثرنا ككويتيين قاعد نستهلك، هذا معدل الاستهلاك عالي. ولكن على سبيل المثال البقالة اللي تم انتقاد الصندوق فيها انباعت ب2 مليون دينار، ما حد تكلم عنها، لأن هي ما كانت بقالة، هي كانت نفس الشركة اللي تسوي فروع للبقالات في مجمعات أو في محطات معينة، ويت شركة من الشركات الكبيرة دون ذكر أسامي سوت تيك أوفر أو استحواذ عليها. نعم. شرتها ب2 مليون دينار، يانا المبادر، هاكم هذه مديونيتكم تشيك، باجي الفلوس عنده. هذه قصة نجاح أصلا، مو تعيب علي. بالنسبة للمقاهي أو القهوة، خلينا نقول القهوة الحين في دول العالم، أنا أقول لك أنها تمثل 12% من محفظة أصلها 165 بليون يعني لا تذكر، ولكن القهاوي وصلت لمرحلة بالعالمية أن عقود امتيازات، في مبادرين طلعوا عندنا برا الكويت. نعم. وصاروا يدخلون في مسابقات، احنا عندنا من بعض المبادرين راح يدخلون في ميلان بعد شهر في مسابقة صنع القهوة والرسم عليها. لا تستصغر الشيء، لأن احنا بالنهاية مشروعات صغيرة ومتوسطة. الشيء المميز في هذه المشروعات معدل دوران البضاعة أو ما يسمى احنا تيرن أوفر انفنتوري يوصل من 5 إلى 6 بالشهر، يعني هذا يدور بضاعته ب 150 ألف دينار بالشهر، المصانع ما تسوي شيء. لكن أرجع وأقول احنا ما نستصغر، بالنهاية الصندوق وضع للمبادرين. نعم. وضع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل فئة أو قطاع له أهميته في الناتج المحلي، وهذا أساس الصندوق، هو رعاية تنمية المشروع من يكون صغير لين متوسط لين ما يصير كبير وبعدين يبلش النجاح. لكن أنت لما تقولي لي تمويل وما تمويل، مو هذا الصندوق؟ نعم. صندوق خلق بيئة عمل، صندوق استثمار، فرص استثمارية، اللي هي تعيين الوظائف، الانتهاء من الوضع التعيين في الحكومة. نعم. توفير المال، المبادر يكون عنده شغف ويكون عنده حلم جميل، هدف الصندوق تحقيقه، لكن احنا في النهايه بنلتقي بنقطه معينه. صحيح. هذه في حاله التقاء النقطه هذه، شوف المشاريع اللي عندنا، ترى عندنا احنا مشاريع يعني ما ابي اقول اساميها، ولكن اجمالي الايرادات مالها وصلت ل 4 ملايين دولار بالسنه، وهذه مشاريع صغيره. شنو اكثر من كذي يعني نجاح؟ وبعدين مثل ما عندنا طبعا السوق يحكم، مثل في مشاريع ناجحه في مشاريع ما نجحت او الله ما قسم لها النجاح. احنا دائما في الدراسات اللي في دول العالم جميعها تقول لك المشاريع الصغيره والمتوسطه 1+1 لا يساوي 2،
نعم. من الممكن أن تصبح يعني سالب واحد وممكن أن تصبح عشرة، والدليل شوفي في الدول المتقدمة ودون ذكر أسامي أكبر شركات بالعالم بدأت في مشروع صغير أو متوسط. نعم كلامك على متم أستاذ عادل، ولكن نذهب مع المشاهدين عشان نشوف هذا المصطلح الاقتصادي اللي مرتبط بمعنى حلقتنا اليوم، شوفوا معنا. رجعنا إلى ضيفنا في الاستديو، مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف، الأستاذ عادل الحساوي، حياك الله مرة ثانية. الله يحييك مرة. أستاذ عادل، شنو ضوابط الإنجاز وشنو المقصود منها؟ ضوابط الإنجاز، احنا خلينا نجيبها بسؤال آخر، ما هي مقياس الإنجاز عندك؟ هل الإنجاز أن يعطيك فلوس وتنجح؟ ممكن، لأن في مؤشرات قياس الأداء. لكن احنا في خطة 2035 اللي تم وضعها من الحكومة، هذه هي البوصلة أو الدائرة اللي نمشي عليها احنا. أنت عندك احنا تقريبا من الأهداف اللي موجودة محققين تقريبا 14 هدف وصلنا، ولا زال الصندوق يسعى أنه يوصل ويطمح فيه أكثر بناء على توجيهات صاحب السمو الله يطول بعمره وسمو ولي العهد، لأن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناس مو فاهمتها للحين، الثقافة هذه ما انتشرت في الكويت، في بعض الدول وصل الدعم ل 35% من الناتج المحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها هي الأساس. احنا قاعد نتكلم على مشروع صغير ومتوسط، إذا تسأليني ما هو الإنجاز؟ الإنجاز أنا بالنسبة للصندوق أتكلم، الصندوق وافق على 1420 مشروع، صندوق مول بقيمة 165 مليون، الصندوق عنده مشاريع ناجحة مدت على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالمية، الصندوق حقق المعادلة المعاكسة خلينا نقول، ألا وهي كان أنت تقعدين بالكويت تروحين تاخذين عقد امتيازات من برا عشان تنجحين خلينا نقول مصنع ولا مطعم ولا وات ايفر بغض النظر شنو القطاع هو، الحين صار العكس. الناس قامت تاخذ من الكويت المشاريع الصغيره والمتوسطه خصوصا على المستوى الخليجي، ترى من الكويت لعمان احنا دشينا في السعوديه، دشينا في قطر، دشينا في الامارات، دشينا في عمان، في عندنا مشاريع وصلت لهذه، في عندنا مشاريع حصلت على جوائز على المستوى الاقليمي كافضل مصنع العام، عندنا احنا مصنع عبد الوهاب افضل مصنع في سلطنه عمان تم اختياره. نعم. الانجاز مو الحين احنا قلنا تكلمنا على التمويل وعن المشروع. انزين انت شنو اعديت للاسره الكويتيه؟ استقرار مالي، استقرار اجتماعي، مدعوم، انت ما تحاتي شنو يصير، تدرين انت الانسان عدو ما يجهله وانا دائما اقول هالكلمه، لكن انا لما اكون مستقر نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا وقاعد اثبت دوري في الاقتصاد كناتج محلي وزيد النسبه، نعم، هذا مستوى النجاح اللي احنا او الانجاز اللي احنا نطلبه. تشترطون على المبادر انه يكون مقيم داخل الكويت؟ هي شوفي احنا نختلف عن الصناديق اللي موجوده في العالم كله، احنا دائما لازم يكون كويتي وفوق ال 21 سنه، ولكن دائما التمويل يكون في الكويت الانطلاقه، يعني لازم الانطلاقه تكون من الكويت، من الكويت، واحنا نمول الكويت ما نمول خارج الكويت، ولكن هناك عقود امتيازات فاحنا نسميها الشركه الام والشركات التابعه، هذه وفق المعايير المحاسبيه والماليه، فالشركه الام هي الكويت، ولكن في حاله ان انت تمتد على الخليج لازم تاخذ بموجب العقد المبرم مع الصندوق وبموجب القانون موافقه خطيه من الصندوق، يعني ما اعطيك الفلوس وتروح انت تمول نفسك في دوله ثانيه او تروح تفتح بروحك، لان انت عندك التزام وفق العقد لمده سنوات محدده في شروط محدده. فاحنا نشوف هل لا اثر، زين يمكن انت قلت لي بروح افتح بالامارات، زين يمكن احنا لما ندرسها نشوف ان انت ما راح تنجح بالامارات، وبعدين احنا الشركه الام، فاهم شيء عندنا تمويل الشركه الام ولها سياسات وإجراءات وقوانين ولائح، يعني مو المبادر من نفسه يقدر يتصرف بأي شيء ويروح على كيفه، لا لازم يقعد مع الصندوق ويثبت في دراسته المقدمة هالموضوع. نعم، يعني الانطلاقة لازم تكون من الكويت، وبعدها إذا حب يتوسع في المشروع
تدعمونه؟ ممكن ندعم الشركه بالكويت، ولكن مو شركه الخارجيه، يعني ما اقدر افتح لك شركه وامولها خارج الكويت. خارج الكويت هذه تحديدا وفق القانون واللائحه، ولكن احيانا احد المبادرين يكون من نجاح من ارباحه. نعم. يعمل دراسه ويقول انا بفتح وياني عرض، انا في شركه مثلا في الامارات. يقدمون للاستشارات. يقدمون للاستشارات. نعم. هذا دور الصندوق، والمشكله الناس مو فاهمه شنو الصندوق للحين. الصندوق ترى انشئ في شهر 2/2/2013، فعليا بدا التمويل في 12/2/2016، فاحنا عمرنا 5 سنين. نعم. فالخمس سنين والجهود اللي سويناها، واحنا حتى لما بعد شويه راح اتكلم عن موضوع دبي اكسبو والاشياء اللي صرناها. طبعا انا هذا السؤال اللي جاي بسالك عنه، حابين ننتقل الى دبي، خلينا نروح دبي ونتكلم عن مشاركه الصندوق في جناح الكويت، جناح الكويت في اكسبو دبي 2020. شوفي، بدايه لازم الواحد يشكر وزاره الاعلام، خصوصا المفوض العام الاخت منيره الهويدي والدكتور بدر العنزي، لان وزير الاعلام اكيد طبعا انا شكرت اول شيء وزير الاعلام الاستاذ عبد الرحمن المطيري، لانه هو اللي قدم لنا الفكره ان احنا شلون ندخل، ولكن التنسيق كان مع منيره الهويدي ومع بدر بتوجيهات من معالي وزير التجاره ومعالي وزير الاعلام. نعم. صار التنسيق هناك في دبي اكسبو كفرصه لجناح الكويت. راح تقولي لي ماذا يعني لك دبي اكسبو؟ دبي اكسبو يعني فرص للمبادرين، في دبي اكسبو يعني اختلاف الثقافات، اختلافات الافكار. روحي انت مو محتاجه تصنعين العجله مره ثانيه، انت لازم تشوفين الناس وين وصلوا من مكانهم تبدين وتكملين. صحيح. فلما رحنا دبي اكسبو بعد ما نسقنا مع وزاره الاعلام والجهات المعنيه، خذينا مبادريننا نفس ما قلتي توج، قالوا قهاوي ومطاعم، وهذا الناس ما فكرت ان اول اسبوع في دبي اكسبو هو الاغذيه، ثاني اسبوع الصناعي او المخترعين، ثالث اسبوع لانهم عندهم جدول. احنا طلعنا ب 25 مشروع وفق الجدول مالهم، فكل اسبوع راح تشوفون مبادرين غير. الشيء اللي مهم جدا اللي شفناه احنا في دبي اكسبو، قسمنا فريقنا لفريقين، فريق العمل على دبي اكسبو مع المبادرين وداخل جناح الكويت واشراف الكويت والناس اللي موجوده، والشغله الثانيه كان في فريق يشتغل ليل نهار، خلينا نقول خلف الكواليس، اللي هو راح يعني انا اشكرهم جميعا بكل اسمائهم واشكر فريق الصندوق كله. احنا طلعنا من دبي مؤسسه محمد بن راشد المكتوب، طلعنا لعجمان اللي هي غرفه التجاره والصناعه وسيدات اعمال عجمان، طلعنا للشارجه دائره التنميه الاقتصاديه ومركز رواد الاعمال، رحنا لابو ظبي اللي هو صندوق خليفه، وخذينا كل المحتوى. احنا في اتفاقيات مسبقه مع هذه الجهات وحبينا نفعلها مثل صندوق خليفه، بالاضافه ان احنا وفق الاجراءات والقوانين المعمول فيها بدوله الكويت نروح نشوف شنو عندهم، ومن ثم تعقد الاتفاقيات عن طريق الدول. يعني تم عقد اتفاقيات مع جهات؟ اي في، لا اشرح لك اياها بطريقه ثانيه، في اتفاقيه اوريدي مسبقه رحنا فعلناها. نعم. وفي اتفاقيات جهزناها جديده راح تفيد ان شاء الله المبادرين. يعني كلمه من اللي استذكرها من الرئيس التنفيذي لمؤسسه محمد بن راشد مكتوب، شنو قال؟ قال اعتبروا مؤسسه محمد بن راشد فرع الصندوق في دبي، ولكن هذه الاتفاقيات تحتاج لبروتوكول ودوره مستنديه مع الخارجيه، وعلى ما توصلنا والاتفاقيات وهذه تحتاج شويه وقت عشان حتى من الناحيه القانونيه ومن الناحيه المستنديه. هذه خلصنا فيها. الشيء الحلو اللي انجزناه في دبي، اتتنا عروض في مراحلها النهائيه اللي هي عقود امتيازات لمبادرين اللي كانوا موجودين في هذا الاسبوع، وفي شركات جتنا داعمه اعطونا شنو المشاريع اللي عندكم. احنا لما رحنا شركات اجنبيه، شركات اجنبيه عالميه امريكيه، شركات راس مالها بالمليارات. نعم. وانا هذا اللي يمكن قبل المقابله قلت لك الناس تدور فرص استثماريه، المشروع الصغير والمتوسط، ما هو مشروع صغير ومتوسط الا من هناك يحتضن. احنا نحتضنك لما تصير متوسط او كبير، بس بعدين تجيك فرص لا انا ولا انت نحددها. نعم. وهذا اللي قلت لك انه 1+1 لا يساوي 2. على سبيل المثال في كورونا بعض القطاعات نجحت وحققت ايرادات اعلى لو ما كانت كورونا. انت قلتي لي في كورونا كانت جائحه وفي ناس ممكن تعثروا، انا اقول لك في ناس عندي نجحوا بطريقه لا يمكن احتسابها، لان هذا اثر غير مباشر. شنو كان نشاطهم؟ مختلف. على سبيل المثال النشاط الطبي نجح عندي، المعقمات نجحت عندي، يعني واحد من المصانع مصانع اصباغ غير الاله وخذ موافقه منه وخذ الرو ماتيريال وقام يصنع سنتايزر او المعقم. نعم. في عندك الجناح اللي هو الاي كوميرس او الطاري والتوصيل، هذا اللي عندهم يبيعون الكترونيات ويبيعون اشياء والشغلات هذه كانت توصل للبيت، التوصيل نجح حتى في بدايه فتحه المطاعم ردوا شويه، في مشاريع تاثرت.
بس بالمراحل. عفوا عندي سؤال، تدعمون المشاريع الإلكترونية؟ اي نعم، احنا مو الصندوق يدعم جميع المشروع. شوفي في مادة في القانون تقول لك اساس الصندوق، واحد من اهداف الصندوق دعم المشاريع التكنولوجية، سواء بتقولي لي تطبيق، سواء تصنيع معدة، سواء مش عارف ليش احنا وقعنا اتفاقية مع مركز الله يرحمه الأمير الشيخ صباح، مركز صباح الأحمد للمخترعين، عشان نسحب هالتكنولوجيا. احنا نبي نوصل لمرحلة التكنولوجيا في دول سبقتنا، احنا ما نبي نلحقهم، احنا نبي نشوف وين واصلين ونكمل عليهم. فهذه المشاريع التكنولوجية والمشاريع كلها مدعومة، احنا ندعم جميع المشاريع ما عدا الأنشطة الموقوفة. الأنشطة الموقوفة بصفتها من الجهات، في أنشطة موقوفة غير صديقة للبيئة ممكن تمنعها، في خلينا نقول معايير معينة في الصناعة للبلاستيك أو شيء، أو الأكياس البلاستيكية تمنعها، فرخصها مو موجودة. أنا إذا صار القانون موحد، لأن إحنا التعاون مع جميع الجهات الحكومية، نعم. إحنا نصير واجهة لجميع الجهات الحكومية، فهم دائما إحنا على تواصل وياهم وتنسيق معهم، شنو اللي منعتوه شنو اللي قبلتوه، عشان نقدر نعرف شنو اللي المولى وشنو اللي ما المولى، لأن مو معقولة مولين واحد رخصته ما تطلع. فهذا الأساس، إحنا ترى الدعم لجميع المشاريع. نعم، يعني نقدر نوجه دعوة لجميع المبادرين اللي يشوفونا الحين عبر شاشة مال وأعمال لتقديم مشروعهم، وتوعدونهم أن تحتضنون المشاريع. أكيد، بس في نقطة جدا مهمة، إحنا من تاريخ 27/3/2020 تم إيقاف الطلبات الجديدة بسبب الجائحة، والناس كلها قاعد تسألني هالسؤال، متى بتردون تفتحون الطلبات ومتى بتردون تفتحون هالطلبات؟ أقول لهم أن الصندوق قاعد يسعى أنه يوفر بأسرع طريقة لفتح الطلبات، ولكن معطيات السوق اختلفت، المعطيات الاقتصادية، المعطيات المالية، المشاريع الناجحة، فلازم الصندوق يقدم دراسة متكاملة لمجلس الإدارة يقول له إيه إحنا قادرين على الفتح في الوقت الحالي أو غير قادرين، وما هي المشاريع التي يجب تمويلها، لأن مو معقولة أمولك بشيء ما يكون ناجح أو المخاطرة عنده عالية. فهذه الدراسة إحنا قاعد نسويها وشغالين فيها بالصندوق، وإن شاء الله إحنا ما نقدر نحدد الوقت، ولكن إن شاء الله يا رب بالغريب العاجل راح نبدأ نفتح الطلبات. يعطيك العافية، وكان حوار جدا ممتع مع حضرتك. مشاهدينا، كان معنا مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف الأستاذ عادل الحساوي، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. صراحة أنا سعدت في هذا اللقاء، وإن شاء الله وصلت المعلومات للإخوان المبادرين والناس اللي تسأل، ولكن لي طلب صغير من المبادرين. تفضل. تحملونا شوية، الانتقاد ما يفيد إذا أنت ما تشوف اللي داخل، لا تشوف اللي ظاهر. أخوانكم وأخواتكم في الصندوق والله العظيم يعملون أكثر من 12 ساعة في اليوم، وغير اللي داخل الكويت وغير اللي قاعد يروح برا وغير هذا. الانتقاد البناء احنا نستقبله بصدر رحب، وتعال وانتقد، ومكتبي ومكتب جميع النواب وجميع المدراء مفتوح للكل، تعال الصندوق وشوف، لكن لا تحكم على الصندوق من الخارج، لأن بالنهاية فريق الصندوق ترى أخوانكم وأخواتكم، هذيلا جايين من عندكم. فإذا إحنا وصلنا مرحلة كل اللي نطلب منكم ساعدونا عشان نساعدكم، ولا تنتقد، بالعكس انتقدني وواجهني، ولكن عطني الانتقاد البناء، مو انتقدك واسكت. فأنا أطلب من الجميع يعطونا سعة صدرهم ورحابتهم، والناس اللي قصرنا معهم إن شاء الله ما نكون مقصرين مع أحد، وإن شاء الله على قولتهم الصندوق من تطور إلى تطور. حبيت بس أختم هالكلمة. الله يحفظك. قواك الله، وشكرا مرة ثانية على وجودك اليوم معنا. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا هذا الأسبوع، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامج مال وأعمال. إلى اللقاء.